مشاهدينا ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، وطبعا الحديث اللي شاغل الناس كلها وأهم حدث في البلد تقريبا هو الدستور، والدستور هو معركة المصريين القادمة طبعا اللي لازم كلنا نشارك في الاستفتاء عليه إن شاء الله بعد لما يخلص، بعد طبعا ثورة 30 يونيو اللي نزل فيها تقريبا عدد كبير جدا من الشعب واللي شارك فيها الملايين. لازم الدستور كلنا يعني واجب علينا ان احنا نصوت عليه ان شاء الله، وعن اهم المواد الخلافيه اللي في الدستور وخاصه المواد القانونيه. هيكون معانا النهارده استاذ ايمن جلبي المستشار في التحكيم الدولي. صباح الخير يا فندم، واهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك فندم. عايز اعرف من حضرتك في البدايه يعني ايه تحكيم دولي؟ التحكيم هو خط متوازي مع القضاء الوطني في اي دوله في العالم، ينظر المنازعات التجاريه والمدنيه والحدوديه بين الدول. يعني أقرب مثال لنا قضية تحكيم طابة، يعني أرض طابة رجعت إلى مصر بناء على حكم تحكيم بأحقية مصر في أرض طابة دون اللجوء إلى حروب مع الدولة العبرية. معنى ذلك أن التحكيم الدولي أنهى منازعة إقليمية بين دولة ودولة، دي أحد جزئيات اختصاص التحكيم الدولي، إضافة إلى اختصاص في مجال التجارة، في مجال الأعمال المدنية، في الإعلام، في البنوك، في أكثر من مجال يتدخل التحكيم الدولي لإنهاء منازعات تجارية أو مدنية. يعني التحكيم الدولي بيبقى مهم في إن هو بأي حاجة بيننا وبين أي حد في الخارج هو اللي بيفصل فيها، مظبوط كده؟ وفي الداخل كمان، لأن في تحكيم محلي وفي تحكيم دولي. يعني الشركات التجارية العاملة في مصر ممكن تلجأ للتحكيم بعيد عن القضاء. حالة إيه بقى؟ يعني عنده مشكلة تجارية نص عليها في التحكيم الدولي فبيلجأ ليها مكان القاضي الطبيعي اللي هو مفروض ينظر القضية، لأنه دوت بيخليه سرعة في المعاملات، الحفاظ على سرية التعاملات بين الخصوم، بينجز الوقت، أحكامه واجبة النفاذ والتنفيذ في أي دولة في العالم، فبيديله مساحة كبيرة إن هو يقدر يحقق الحكم التحكيمي دون اللجوء للقضاء أو ياخد إجراءات مطولة في أي قضاء. دي فكرة التحكيم الدولي. وأغلب المستثمرين في دول العالم لما يجي يعمل مشروع بيرفض إن هو يخضع للقانون الوطني في بلدك، فبيلجأ إلى لجنة تحكيم دولي، هي لجنة محايدة مستقلة تصدر حكمها نهائي واجب التنفيذ والنفاذ، ويكون ليها ويكون للحكم الصادر قوة الأمر المقضي به. فعشان كده المستثمر الأجنبي لما يجي يعمل مشروع عندك يلجأ للتحكيم. يعني احنا أغلب الموجودين في مصر زي مثلا عقود البترول، عقود السياحه، مترو الانفاق، كل ديت من اول اخرها نص في العقد اللي بينها بين الحكومه وبين الدول القائمه على المشروع على التحكيم الدولي. طيب هل يتعارض التحكيم الدولي مع ممارسه مهنه القضاء ولا لا؟ هو لا يتعارض، لان القضاء يعني انا النهارده لما بصدر حكم تحكيمي واجب التنفيذ بلجا الى رئيس محكمه استئناف اللي لا المراد التنفيذ به، فهو اللي بيأشر لي على الصيغة التنفيذية لتنفيذ حكم التحكيم. القضاء يلعب في أي دولة، مش شرط في مصر، يعني أنا وشنو هو التحكيم دولي يلعب القضاء دور الرقيب على الأحكام التحكيمية. فهو برضو بيبص على الحكم التحكيمي من ناحية الشكل، وهو اللي بيدي الصيغة التنفيذية على تنفيذ هذا الحكم. كتير من القضاة بيعملوا في مجال التحكيم الدولي، بس أعتقد أنه في مصر بيتطلب من القاضي أن هو ياخد إذن من الهيئات القضائية للموافقة على عمله كمحكم، لأنه هو بينتقل خارج البلاد في 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 قضايا تحكيمية سواء في أوروبا أو في الشرق الأوسط، فلازم يصدر ليه إذن إن هو ينتقل. الفكرة كلها إن التحكيم الدولي مش مختص بس بالقضاء، يعني اللي هي فكرة القاضي هو بيكتسب صفة القاضي العرفي المحكم الدولي، لأن كان فكرة التحكيم كان قائمة من أيام العصور الأولى خالص من بداية عصر الإسلام، وكان يعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول محكم عرفته البشرية عندما حكم في قضية الحجر الأسود في مكة المكرمة. من خلال منبع دوت تبلور التحكيم إلى أعداد عرفية اللي احنا بنعرفها حاليا، إن هو شيخ القبيلة هو اللي بيحكم بين الأطراف ويعتبر قراره نافذ في مواجهة الخصوم. تطور الموضوع للقانون الدولي فخدوا الفكرة دي كلها وقال لك والله احنا النهاردة ما نلجأش إلى القضاء في كل دولة، لأنه هو ممكن يبقى محايد أو يبقى فيه نوع من التكدس القضايا أو فيه عدم المرونة،
فننشئ لجنة تحكيم تفصل في المنازعات التجارية والمدنية. تطور الموضوع ان التحكيم بيفصل في المنازعات التي تصور بين الدول. دي نشأة التحكيم بشكل سريع، على اساس ان التحكيم دلوقتي في الفترة الحالية بقت كل الدول العالم متبعة نظام التحكيم الدولي. احنا عندنا قانون صادر من سنة 94، هو صحيح يعني مش قوي قوي ومحتاج تعديلات كتير، بس نوعا ما المستثمر الاجنبي بيطمن لو الدولة عندها قانون تحكيم يقدر يحمي استثماراته. ده المستثمر الاجنبي عشان يجي لك ويعمل استثمار لازم يكون عارف انك انت بتتبع خطوات القانون الدولي، لانه لو نشأت نزاع بينك وبينه هو دافع باموال، فمش محتاج ان القضاء يقعد فترة كبيرة يفصل في هذه الاموال، فمحتاج لجنة تفصل في حكم سريع يؤدي الى اخذ الحق او معرفه مين عليه الالتزامات ومين عليه الواجبات. طيب هيك بتقول ان القانون مش قوي قوي، ليه القانون مش قوي قوي وليه لو في بعض المواد محتاجه لتعديل ليه ما تتعدلش؟ هو قانون التحكيم لما توضع سنه 94 وكان في العهود السابقه من الشرق الاوسط بالذات، ان هو ما كانش عايز يدي القوه او يدي الحصانه او يدي لافراد عاديين قوة الشيء أو يعني قوة الإجبار أو قوة الإلزام. معنى صح إن هو النهاردة مهندس متخرج هو بقى محكم، فهو يقدر المهندس دوت يحكم ضد الدولة أو يحكم ضد هيئات الدولة أو شركات الدولة، فهو ما عندوش فكرة إن أنا أدي أحد المواطنين القوة دي أو الحصانة دي. فكان دايما هو بيحاول يقيد القانون التحكيم بحيث يخضع الهيئة قضايا الدولة أو يخضع المجلس الدولة، بحيث ان هم دول مستشارين او محامين الدوله. فهو مش عايز يدي السلطه الافراد ان يتصدر احكام ضد الدوله. دي بسبب القوانين المتضاربه اللي كانت في الشرق الاوسط من قانون 94، قانون بشار الاسد لو حطه سنه 2008 ضيع التحكيم تماما وادى السلطه للحكومه السوريه ان هي تباشر حتى كمان تتدخل في احكام المحكمين. وده يفقد الدوله تقولها في المجتمع الدولي ان هي مش قادره تنفذ تعليمات او قواعد القانون الدولي. فبحس انا كمستثمر ان انا لو حطيت فلوسي في الدوله دي هتضيع كلها. فدي فكره ان القانون لما ظهر في سنه 94 كان هزيل، ما كانش قوي، مواد مجرد رص على المواد حوالي اكتر من 200 ماده. وفي النهايه ما وصلش الى الهدف الصحيح للتحكيم الدولي اللي هو بيطور التجارة. ليه ما بيتعدلش دلوقتي؟ طيب احنا قدمنا مشروع ايام مجلس الشورى السابق، قدمنا مشروع لتعديل القانون التحكيم الدولي، قدمناه برضو لبعض الحكومات العربية على أساس إن المهنة دي بقت مهنة موجودة في الدول الأوروبية من سنة 56، وإحنا كشرق أوسط منبع التجارة الدولية، فيجب إن يكون عندنا قوانين محترمة ما يحسش إن المستثمر الأجنبي إن قانونك ضعيف فيخترقك وبعدين يفتعل معك مشكلة ثم يلجأ للتحكيم فتتغرم. أنا عايز أقول لك حاجة، إحنا على مدار يعني أنا كنت بشرح التحكيم الدولي من فترة، احنا كنا واصلين 76 قضية خسارة في مصر. خسرت 76 قضية؟ مصر خسرت 76 قضية كاملة في التحكيم الدولي. ده من 4 سنين وخمس سنين، لو العدد زاد حتى ما بعد الثورة كنا نسمع مين هيلجأ للتحكيم، دولة العبرية هتلجأ للتحكيم علشان الغاز، الوليد بن طلال هيلجأ للتحكيم عشان أرض تشكى ورفض يلجأ للتحكيم، وحصلت تسوية وحصلت وساطة. فالنهاردة المجتمع الدولي ينظر على التحكيم الدولي إن هو اللي يقدر يجيب حق المستثمر او حق اي شركه بيكون وقع عليها اي مشكله من دوله اللي هي بتخلق المشاكل. 76 قضيه احنا خسرناها، ورقم على فكره يعني متضاعف، بسبب ان ما عندكش كادر، ما عندكش حد يجيد اللغه الانجليزيه او عده لغات او حتى يبقى عنده المام بالقانون الدولي. 76 قضيه ديت احنا كنا بندرسها في كليه الحقوق، ان هي 76 قضية. انا اعتقد ان الرقم دوت يعني انا مش عايز اقول رقم، ان هي وصلت 112 قضية خسارة كان منها قضية السياج. بس هي في مشاكل تقدر يعني نستعين مثلا بمترجمين نعمل اي حاجة؟ اكيد مشاكل ليها حلول. المشكلة مش ان انت تترجم ال 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 القضية نفسها، لا، هي المشكلة ان انت تتعامل باللغة. مش تتعامل باللغة، انك انت تبقى فاهم عندك قواعد التحكيم الدولي، فاهم اجراءات. طب وليه ده مش موجود عند المحاكمين الدوليين في مصر؟ لا، هو في عده مراكز اتبعت خطه تدريب المحكم في الشرق الاوسط، في منها من نجح ان يطلع محكمين بشكل رائع، وفي منها من فشل وبقت مجرد شهاده
على الورق تباع. مجرد دي يعني دي الفكره التي وصلت الى العالم أيوة بس الدولي. دي يعني ما ينفعش تبقى شهاده بتباع على الورق بس ونخسر 112 قضيه. ما هو مش هيستعين بيك، هو مش هيجيبك. انت النهارده عايز تبقى محكم دولي صح، تعالى خد كورس وخد تدريب وخد شهاده من جامعه وعليها الختم وخد كارنيه بلقب مستشار واقعد في البيت. هي بقت كده، بقت مهنه كده، وهي حقيقه بقت كده. وايام اتكلمنا في الاتحادات العربيه والاتحادات الدوليه على ما يحدث في مصر خاصه والشرق الاوسط، ان مهنه التحكيم ما بقتش مهنه، بقت مهنه تجاريه. وده قلناه كتير في كل مؤتمراتنا، وبقينا نقول يا جماعه احنا النهارده عايزين نعد جيل علشان يدافع على اقتصادات العرب. هعد جيل ازاي اللي كان اصلا الجيل اللي بيجي عايز مجرد شهاده وعايز مجرد كارنيه. دي حقيقه فعلا. انا ممكن يعني احنا عندنا اكتر من مئات المراكز التحكيميه في الشرق الاوسط. كلهم بيزعلانين قوي ان احنا نتكلم في حاجه زي كده، واحنا بنتكلم فعلا حاجه زي كده لان احنا ما طلعنا بره. وقالوا لنا الاوروبيين، قالوا لنا انت محكم جاي منين؟ من مصر. انت شاري الشهاده بكام؟ ب 800 جنيه، ب 1000 جنيه، ب 2000 جنيه. طب مين قال لك ان انا بشتري الشهاده؟ ده انا بدرس ماده التحكيم الدولي. يقول لا يا حبيبي، ده انت عندك مراكز وجامعات ليها اسمها وتوالاها على ارض الواقع، بتخرج شهريا الاف من المحكمين. انا عايز اقول لك ان عدد المحكمين في مصر اللي يحملوا شهادات عليها الختم 80000 محكم. 80000 عدد كبير جدا. 80000 محكم منهم 6 بس اللي شغالين في التحكيم الدولي. 6؟ انا مش مصدقه اللي حضرتك بتقوله. اه حقيقه. وممكن نستشير يعني او يعني 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 عندنا جبهه القانون. يعني دي كارثه. غريب القانون بيدوا ماده التحكيم الدولي. ده حقيقه فعلا. المشرع نفسه ما حطش ضوابط للمراكز اللي بتفتح يوميا. ما حطش ضوابط للمحكم اللي هو المفروض يتقلد هذا المنصب. ما حطش ضوابط. سبع عايمه وده كان يعني مقصود. يعني اسم زي ده محكم دولي، يعني اسم يعني قوي ومشرف جدا ويعني وذو اهميه كبيره، ازاي اللي بياخد الشهاده دي واحد مش فاهم حاجه؟ هو قصد انه يعمل حاجه زي كده. المشرع المصري قصد يعمل حاجه زي كده، وهو اقدم مشرع موجود في الشرق الاوسط، واتبعته بقى بعض الدول. بس في بعض الدول فائت زي الامارات، زي قطر، زي البحرين، قدرت تحط قانون تحكيم وضوابط معينه للمعامل المحكم. لدرجه ان غرفه صناعه قطر حاليا بتنظر كل القضايا اللي هي خاصه بالنمور الاسيويه. يعني معنى ذلك ان النمور الاسيويه اللي هي اليابان وكوريا والدول الكبيره ديت بقى عندهم ثقه في محكمين قطر، لان هي حطت الضوابط الصحيحه وحطت قواعد سليمه لعمل المحكم نفسه. احنا لما قدمنا مشروع القانون ما كناش عايزين نغير عمل التحكيم الدولي في مصر، احنا كنا عايزين نغير عمل المحكم، وهو مين المحكم وايه صفه المحكم، مواصفات المحكم، مواصفاته ايه بالظبط عشان اقول ده محكم. انا كنت قاعد مع وفد بريطاني من محكمين بريطانيا، ومن دول من كبار المحكمين في العالم، وكنا قاعدين في الغردقه في يوم من الايام، ولما سمع الويتر اللي هو بيقدم الطلبات ان انا محكم ومعايا وفد محكم، طلع لي كارنيه التحكيم. وقال انا كمان محكم واخدها من جامعه مش عارف ايه والكلام ده. دي حقيقه بجد. طيب معلش ثانيه واحده بس، هو المحكم ده المفروض بيبقى متخرج منين بقى كده؟ المحكم حسب ما انا معرفه ان هو ينفع لكل مؤهل عالي، مش شرط كليه حقوق. يعني مش شرط كليه حقوق. هو التحكيم من بدايته اتعمل للهندسه، لان احنا بننظر قضايا عقود بتروليه، عقود هندسيه، عقود انشاء، عقود. طيب ماشي، يبقى كل واحد في مجاله. لو عقود هندسيه يبقى متخرج من هندسه، يعني يعتبر خبير في مجاله. تمام. بعض الناس او بعض المراكز او بعض الجامعات ما بقتش تنظر للشرط دوت، وبقت تدي لواحد حاصل على اعداديه وثانوي يقول لك الله مش شيخ القبيله، امي ما عندوش علم وكان بيحكم حسب التحكيم الاسلامي، فده ياخد تحكيم. ما يشترطش مدى العلم او مدى الشهاده، ممكن يكون عنده خبره كبيره قوي في الحياه ويقدر يحكم. طب هو عارف خبرته اللي في الحياه؟ ما عرفش، عشان كده هو شال المبدا دوت وبيدي شهادات. هو مش شرط يعرف، هو طالما شال المبدا يدي شهادات. عندك علم مش عندك علم، انا كده كده مش هجيبك في قضيه تحكيميه، بس بدي لك. طب دي يعني بديك صفر. انا لا انا مش 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 يعني مش لا أنا مش قادر. أنا, انا والله من خلال مش قادر، مش عارفه اقول البرنامج اللي بقول عليه ازاي اللي بيحصل ده. انا عايز اقول لك ان احنا لو فتحنا تحقيق في حاجه زي كده دوت، هتلاقي ان في كتير جدا من جهابذة القانون مش في مصر، في الشرق الاوسط، تورطت في وجود جيل يحمل شهادات بلا علم. طيب احنا دي عايزين نعمل عليه حلقه الموضوع ده. خلاص هنتكلم بقى دلوقتي على الدستور، وفي خلافات حول بعض مواد قانونية يعني في الدستور. حضرتك يا ريت تكلمنا ما هي هذه المواد.
احنا نبدا تقريبا بالماده الاساسيه اللي احنا دايما بيختلفوا عنها، اللي انا سمعت ان هي 219 اللي هو قال لك ان هو تقريبا شالوها خالص تقريبا. يعني انا عايز افهمك نقطه مهمه في الماده 219 اللي هي بتتكلم على الشريعه الاسلاميه تشمل ادلتها الكليه وقواعدها الاصوليه والفقهيه ومصادرها المعتبره في مذاهب اهل السنه والجماعه. ودي الحكت بالماده 2 اللي هي خاصه بتحديد هويه الدوله. طيب هو النقد للماده ديت او معنى صح الممثل التيار الديني مش عارف يوضح ليه احنا متمسكين بالماده دي رغم ان هم قال لك دي لازم تتحذف بقى خالص، الماده ديت ملهاش اي قيمه وبتعتبر طائفيه. طيب المشرع المصري او الموجودين في لجنه الخمسين اللي هم بيقولوا انهم اطلعوا على كل الدساتير العالم وبيعتبر الماده ديت اللي هي بتفرغ الهويه المصريه تماما من حياتها. عدم وجود مثل هذه الماده يضعنا في مهب الريح ويقضي تماما على جذور العنصر المصري تماما في مصر. الماده ديت بيقول لك ماده طائفيه رغم ان الماده 3 من دستور اليونان بيقول لك ايه في الماده 3 الدستور اليوناني بيقول لك المذهب الرسمي لامه اليونان هو مذهب الكنيسه الارثوذكسيه الشرقيه. دي طائفيه لان هو ما قالش بقى ان هو مذهب الكنيسه او مذهب المسيحيه او الكلام ده، هو حدد طائفه معينه ان ده مبدا الامه اليونانيه. طب الماده 2 من دستور الارجنتين على الحكومه الاتحاديه ان تدعم الكنيسه الرومانيه الكاثوليكيه. تحديد. الماده 62 من دستور ايسلندا ان تكون الكنيسه الانجيليه هي كنيسه الدوله وتكون مدعومه ومحميه من قبل الدوله. الدنمارك في الماده 4 و6 قالت نفس الكلام على الكنيسه الانجيليه. النرويج في الماده 2 والسويد في الماده 4 الدول دي كلها حطت الكنيسه الانجيليه اللي هي الماده الاساسيه ان هي تحكم الدوله ما نتش بقى اي كنيسه تانية. يعني انت النهارده عندك تحديد ده، هي دي قمه الطائفيه اهو. ورغم ذلك ما حدش في اوروبا او في امريكا او في اي دوله اعترض ان الماده دي ماده طائفيه. ده بالعكس بوثيقه قانون التسويه البريطاني اللي هو اقدم دستور في العالم قال لك لا يسمح لكاثوليكي ان يرث او يعتلي العرش البريطاني. ماده طائفيه. احنا ليه بقى بيحصل احنا 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 التيار الديني عندنا مش عارف يوضح ان الماده اللي هي 219 اللي هي اعتمد على مذهب اهل السنه والجماعه هو بيتكلم على الشريعه الاسلاميه. كل ما يندرج تحت الشريعه الاسلاميه هيقول لك انا اسلامي. يعني النهارده بيجي عندك اي واحد ينطق الشهادتين فهو اسلامي. لو انشا دين جديد بيقول لك انا انشات دين جديد بس بنطق الشهادتين هينطبق عليه الشريعه الاسلاميه. لان ما عنديش تحديد ليه ما حذفت كلمه بما يتفق مع اهل السنه والجماعه. هيظهر عليا الخلاف بقى كدوت. احنا عايزين دوله مدنيه، حلو جميل. المشكله مش هتبقى في الدوله المدنيه، المشكله هتبقى في المسلمين اللي جوه الدوله المدنيه اللي هينشا عندي تيارات وينشا عندي مذاهب وهتنشا عندي اتجاهات وفئات لا علاقه لها بالاسلام بس تحت مظلة الشريعة الإسلامية. عشان أنت من البداية ما حددتش إيه هي المظلة بتاعت الشريعة الإسلامية عندك. يقولك لا دي الشيعة ليهم حقوق. ناشي الشيعة ليها حقوق على أي أساس؟ كان مقاومات الدولة المدنية المصرية أو الدولة الإسلامية في مصر هي قايمة على مسلمين معتدلين اللي هم أهل السنة وعلى المسيحيين. فأنا منين أدي أنا حقوق تانية لأحد الأطراف؟ ما كانش موجود معايا من البداية أو ظهر لي فجأة. انت ممكن تحكم انت النهارده الشيعيين مثلا او اي طائفه تانية هو يعيبه ان يحكم عن طريقه اهل السنه والجماعه. هو انا لازم افرض لكل حد، افرض للهندوس وافرض بقى للعبد الشمس قوانين معينه تحكم بيهم. ما اي حاجه هتندرج تحت الشريعه الاسلاميه بما يتفق مع اهل السنه والجماعه هيحكم بيها. هو عنده حاجات خلافيه سواء في الزواج او في الميراث او اي شيء الشريعه الاسلاميه هتتولاها. اما انا مش ينفع افرض شريعته اللي انا ما اعرفهاش. هو بيصف الماده 219 دي ماده طائفيه وسمعت كتير. وما هي الماده ديت لما كان في دستور 2012 طرحها الازهر نفسه هو كتيار وسطي هو اللي طرحها. وفي 2013 على اخر ما شفت ورايت ان لجنه الخمسين حذفت الماده 219 تماما. افقدت مصر الهويه بالكامل. انا ممكن اقول ان يعني ايوه عايزه تعليق حضرتك على الموضوع ده عشان ده اللي هنختم بيه. انا مش عارف اقول لك مثلا يعني
الدستور 2013 لو ما حققش امل المواطن يبقى ده مش دستور. احنا مجرد ان احنا بنعمل بنجيب من 2012 2013 على خلفيات 71 دستور 71 مش عارفين لحد النهارده نوصل الى دستور صحيح قوي يقدر يقوي المواطن مش هيبقى ضد المواطن. يعني في مواد كتيره قوي ضد المواطن مش مع المواطن. احنا مش عايزين نعمل دستور والسلام، احنا عايزين نعمل دستور زي الدستور البريطاني والدستورات الاوروبيه اللي استمرت بمئات السنين ما نحتاجش لتغييره مره ثانيه، ما نحتاجش تغييره وما يظهرليش حاجه يقول لي اصل الماده ديت ماده عنصريه او الماده دي ماده طائفيه او الماده ديت مخالفه للدستور او الماده ديت ماده بتفرق بين فئه وفئه. انا عايز دستور سليم وعايز دستور يحقق طموح المواطن. مهم جدا المواطن المصري سواء قال او لا على الدستور اللي جاي ان ينزل، ده مهم جدا جدا في الفتره الحاليه. صحيح احنا عندنا اختلافات مع بعض المواد بس يبقى عندنا برلمان، البرلمان دوت هو اللي يطلع لك التشريع ويطلع لك القوانين اللي تمشي حياه المواطن من ناحيه الاقتصاد ومن ناحيه المهنيه. فلازم المواطن ينزل في 2013 على اساس يصوت الدستور سواء بنعم او لا. صح، يعني فعلا احنا بندعو كل الناس ان هي تشارك ان شاء الله في التصويت على الدستور، محدش امتنع. المستشار أيمن جلبي مستشار في التحكيم الدولي نورتنا النهارده وبنشكر حضرتك على وجودك معانا. شكرا. مشاهدينا كده خلصت فقرتنا بس لسه مكملين مع افكارات معاك سعيد.